حالة بقت عندنا وعايشينها اليومين دول، البنات بقى عندها هوس التجميل. كل بنت عايزة تبقى حلوة وتشوف نفسها حلوة، وشايفة ان اسهل طريقة هي عمليات التجميل، العمليات او جراحة التجميل. لكن احنا النهاردة معانا الموضوع مختلف تماما، ازاي نبقى حلوين من غير اي عمليات ومن غير تدخل جراحي. ده اللي هيجاوبنا عليه الدكتور رامي العناني، استشاري التجميل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. بنرحب بحضرتك معانا. انا مبسوط جدا ان انا معاكم، نهلة وليلى ورشا. بالظبط. ركز ليلى. مذاكركم قوي قبل ما اجي. يعني واحد معاه ثلاثة جميلات كده فلازم يبقى عارف داخل على مين يعني. ربنا يخليك يا دكتور. انا تحت امركم في اي حاجة. دكتور التجميل بيقابل ستات كتير فعرفتي. فعنده خبرة بقى مين الحلو ومين مش حلو. انا برضه بتساءل ازاي تونسية يعني. برضه وبرضه انا بتساءل. بتتكلم مصري احسن مصري. وانا برضه بتساءل. وانا برضه بتساءل وحاسة في عرق بيني وبينك كده، في جاذبية. انا تحت امركم في اي حاجة طبعا النهاردة. انت منورنا بجد. ربنا يخليك. انتوا دايما منورين ومنورين مصر. الستات دلوقتي كلهم تلاقيهم قاعدين بيستنوا كده عشان انت عارف التجميل بقى ماكل. أيوه. الستات صحيح. انا فهنبتدي انا اول حلقه معاك. التجميل بقى هوس يا دكتور فعلا؟ بصي، هو اي حاجه دايما اقولها قاعده عامه كده، اللي بيزيد عن الحد بيتقلب للضد. يعني هو حاجه جميله جدا ان يبقى عندك تولز وادوات في التجميل، حاجات غير جراحيه. يعني كنا زمان لو نرجع يعني مثلا اكتر من 10 سنين لورا، كان اي واحده عندها اي حاجه تقريبا في وشها كان لازم التدخل يبقى جراحي. مش عايز اقول لك لدرجه ايه، يعني ممكن يكون عندها شويه بقع او تصبغات حتى في الوش، تلاقي تخش مثلا تعمل صنفره جراحيه، صنفره جراحيه وتاخد بنج وكده يا دكتور. سواء حتى لو كلي او موضعي، لكن في الاخر هي اسمها جراحه كبرت او صغرت. تمام. عندها اي مشكله تانية، شويه خطوط تجاعيد، هتخش تعمل على طول شد وش. عشان كده كنا بنسمع زمان ايه، واحده شدت وشها وبقى شكلها غريب قوي. ما هو الموضوع بتاعها ما يستدعيش اصلا. ده مش معناها ان احنا بنلغي الجراحه. الجراحه ليها دورها في وقتها واللي ملهاش بديل. في لحظة معينة الجراحة بتبقى هي الحل الوحيد، وأي حاجة من اللي احنا ممكن نتكلم فيها النهاردة مش هتبقى أداة مساعدة خالص. لكن الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة وهي الطرق الغير جراحية ممكن نعملها لتجميل الوجه، فهي حاجات خدمتنا بما يقل لا يزيد مثلا أو لا يقل عن 50% من السيدات. بقى دلوقتي نقدر نعمل لهم حاجات كتير قوي تفيدهم وتخلي شكلهم أحلى بكتير. ومعنى ان انا اقول احلى، مش ان احنا طبعا خلقة ربنا احلى حاجه، بس ازاي تظهرها، ازاي تعملها، نبرز الجمال، الحاجات طبعًا الحلوه اللي فينا طبعًا نبرزها. والرتوش دايما عارفه يعني بجد انا عارفه ان انا دايما بقولها. احنا دايما اي واحده واي واحد حتى كمان ساعات تتصور صوره تروح للاستوديو، اعملي شيلي الحته دي، اعملي فوتوشوب هنا، اخفي لي، ليه بتبصوا عليا؟ تخصص الفوتوشوب. الفوتوشوب فضحتوني. انا مش قصدي عليكي والله. خلاص صورنا صور يا دكتور. شايف؟ ابعت المشاهد يفهم حاجه غلط، يعني كل صوره كده تنزل بيفكروا ان انا بلعب. والله ما راح تشوفوا ولا صوره في المستقبل. ابعتي لي الصوره. استني اما اظبطها. اظبطها فلاتر فلاتر. ماشي. لا لا لا، شايف ازاي؟ اوعى تعطيهم رقمك. اوعى، انا بقول لك ولا واحدة فيكم. فعارفة انا بس كنت بدي اضافة للكلام عم تقوله، انه الستات يعني انت بتفضل الست تعمل تجميل تغير شكلها ولا تعمل تجميل عشان تخلص من عوامل الزمن؟ يعني لو تجيك واحدة تقول لك انه انا بدي غير شكلي بالكافي، ناس بيغيروا شكلهم صحيح فعلا وبيطلعوا ممكن حلوين، او ممكن بيعملوا نفسهم فوتوكوبي عن وجوه، وصلنا نشوف اصلا اشكال بقت في صبايا كتير تشبه بعض، خاصة اللي بيغنوا. فانت بتفضل تعمل يعني بتنفذ اللي عايزه المريض بيجي لعندك تعمل له، ولا بتنصحه وبتقول له؟ هو في سؤال تاني يعني فضل. مره واحده برافو. طيب برافو. الست مرات بتكون هي حلوه ماشي وخلاص جاها الهوس انه هي عايزه تعمل خدودها، فبتلاقي مثلا هي عملت خدودها قبل كده، فبتقول لك لا دي الحته دي اكتر من الحته دي، لا زود لي في الحته دي. لا انت بتقول لها لا انت كده حلوه كويسه. جميل. وهي برضو انت بتنصحها بايه؟ حلو. احنا كده طبعا دول سؤالين غير بعض خالص، وفي مواضيع لسه هنتكلم فيها اللي هو حقن الفيلر مثلا والقصه دي كلها. ستات بقى. انا عارف ان انا قلت لهم في الاعلان كده احنا هنتفق على حاجه، هنتكلم في حاجه ثانيه، بس انا معاكي. انا انبسطت لما انت جيت. انا مبسوط اكتر والله. بصي، هو الفكره في ايه؟ طبعا في مدرسه من الطب التجميلي اسمها الكونزرفتيف او التحفظي شويه، وانا بنتمي ليها، ودي علشان برضو انا برضو يعني تبع الجمعيه الملكيه في انجلترا، وهم ده اساسا انتمائهم الجمعيه الملكيه في كده. لكن النقطه في ايه؟ النقطة دايما زي ما قلتها في الأول، اللي بيزيد عن الحد بيتقلب للضد. ايه تقنيات المدرسة دي يا دكتور؟ يعني تحفظي ده في كل مجالات الطب. بمعنى إيه بقى؟ لو احنا بنقول دلوقتي مثلا، مثل اللي هي مثلا بتقوله او كمان حتى لما هي كانت بتقوله دلوقتي، الوش ليه مقاييس معينة. حلو. الفكرة في ايه؟ التجميل مش بس للكبار في السن مبدئيا، عشان في ناس بيقول مثلا لإخفاء آثار التجاعيد. لا، احنا ممكن حتى من الصغيرة
ازاي ان احميها بحيث انها مش عشان ما يلغيش خالص عامل الزمن. فجأة بقى ما تلاقيش نفسها كبرت مره واحده. ما تلاقيش نفسها هي واحده في ال 30 بقى شكلها مثلا كانها في ال 40 او فايه نحافظ على يعني تتابع عجله الزمن بشكل معتدل ونحافظ عليها اطول فتره ممكنه. فده اولا جزء تحفظي في الموضوع. اثنين ما نعملش يعني مثلا في مقاييس الوش دايما وللاسف زي مجال الطب زي اي مجال تاني لو الحد اللي متمرس فيه مش حد متخصص قوي ممكن يعمل يبوظ خالص الملامح. نخلي مثلا زي ما احنا بنشوف دلوقتي الناس عندها نتيجه الهوس بتاع التجميل عاوزه خدود عاليه قوي صح. يجي تبص في الاخر يعني لما بيجي لي بقى مريضه وتقول لي مثلا عاوز زود عمري ما بعملها. لا دوريك على دكتور يعملها لك عشان في الاخر نتيجتك في وشي طبعا ولو هو برده في حته خلينا برده نتفق على نقطه وشنا اتس نوت النصين مش ميرور ايمج الجنب ده غير الجنب ده اكيد هما مش باصين لبعض في المرايه. لو دقنا فينا كل واحد فينا هتلاقي الجفن عنده هنا هنا حاجات كده رسمه الحاجب ذات نفسها طبعاً مختلفه طبعا. فاللي بتيجي تقول لك اصل انا عندي ميلي اصل انا عندي لا الكلام ده مش حقيقي والكلام ده مش صح. هتفضلي طول عمرك ايه تزودي هنا تبقى دي انقص تزودي هنا تبقى انقص مفيش حاجه لان الاساس اصلا مش ده زي ده بالظبط ومفيش حاجه احنا دي مش عروسه مش عروسه لعبه ده بني ادم بني ادم ده لازم يبقى فيه مقاييس معينه حتى الديفو بيعطي جمال كمان يعني الديفو احيانا بيكون في جاذبيه بالوش انه انف شوي كبير او في عظم فوق بستغرب في ناس كتير بتشيلها او بتعمل شيء بالبطل. هو خلينا بقى نقول حاجه دي بقى نقطه برده حساسه ثانيه يعني انا مثلا قصدي مثلا لو اعتبرنا مثلا ان طبع الحسن او النغز او مش عارف ايه ان ده ديفو في الجلد لكن هو بيدي فعلا جمال لكن في مقاييس معينه مثلا للانف حتى في تجميل الانف حتى لو هو خارج موضوعنا شويه لكن ما ينفعش الانف يبقى فيه اللي هو التحدب اللي بيبقى في العظمه ونقول ده حلو ولايق عشان ده مش حقيقي. احنا كده بنضحك على نفسينا. في حاجه بيتعمل ازاي نحت بسيط برد بسيط للمنطقه التحدب ده يعني تبقى عامله كده تبقى لا من الجنب كده في بروز 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 ده بالعكس ده بيبقوا مضايقين جدا ودايما البروفيل بتاعهم بيبقى عامل لهم مشكله ان هي ايه حاسه عشان كده بتلاقي دايما بتصور بوشها ما تحبش تدي جنبها خالص. طب يا دكتور لو تجيك واحده وعندها ما شاء الله حسنات كتير في وشها زي حالاتي بقول ربنا يهدي اخوالي اللي من اول ما ولدت هم نازلين فيا بوس ما هم يقولوا الحسنات ومش عارف ايه اللي بتطلع دي في الجسم بيقول انه ايه خالك كان بيبوسك وانت صغيره ده حقيقي فعلا فانا بقول ربنا يهديكم الحسنات بتبقى موجوده نتيجه بوس لا هي احنا بنقول كده يعني بتونس انت خالك كان بيبوسك وانت صغيره الخال كمان بالذات ستك كانت بتبوسك فانت خلاص صرتي كلك حسنات طب تيجي لك واحده عندها حسنات وتقول لك عايزه اشيل الحسنه دي تنصح انها تشيلها ولا تخليها؟ اولا انا من الناس برضو اللي عندهم حسنات زي حالتك يعني ودي حاجه انت اكتر طب اوكي بس انا قصدي اقول حاجه انا اربعه متجمعين هنا مش عارفه مالهم كده عاملين قبيله مع بعض بصي اقول لك حاجه لو الحاجات في المعقول دي ما فيهاش مشكله خالص يعني احنا بنيجي نتكلم على حاجه في الجلد وده نوع من التصبغ خطوره ايه بيقولوا فيها خطوره يعني حلو جدا برضو دي ما دي النقطه اللي انا عايزه اركز فيها طبعا لو هي في الجسم بيبقى الموضوع اقل خطوره شويه نتيجه انها مش بتتعرض للشمس ومش بتتعرض مثلا لو مثلا في الرجاله بتلاقي دايما مثلا لو حاجه في الدقن بيحلق دقنه كتير في اي فريكشن اي نظام مثلا معين بيتعامل بعنف مع المنطقه دي ونتيجه تعرض للشمس وارد بس نسبتها ضئيله جدا وما نخافش منها. مش اي واحد دلوقتي عنده حسنه يقعد كل شويه يبص وليها مقاييس معينه ومش هتبقى فجاه هتلاقي نفسك يعني مش هتلاقي الموضوع ايه او غصب عني مش قادر اقول مثلا ان هو حاجه بتتسرسل فيها وتحصل لك المشكله لا ده انت هتلاقي حاجه من وهي ملي فجاه بقت سنتي فجاه بقت 5 سنتي فدي قصص كبيره جدا ومش وارده بنسبه كبيره تمام وليها نظام لكن ما حدش يقلق من اي حاجه عنده حسنه لكن احنا بنتكلم من الناحيه التجميليه يعني لا حرج ابدا لو اي حد عنده تصبغ في اي حاجه في حاجات ليها علاج كتير دلوقتي وترى عشان كده ما قلت اخر 10 سنين فرقوا كتير جدا اللي كان عنده اي حاجه زمان بتتشال جراحي في بقى ليزر بقى في بوتوكس اللي احنا عايزين نتكلم عنه في بلازما للنضاره والبشره والتفتيح وي حاجات كتير قوي دلوقتي بقينا نتعامل فيها. فطبعا لو اي حد جاي بيشتكي من تصبغ معين مضايقه دي ما فيهاش مشكله. ليه دي ما فيهاش بقى حته اللي احنا كنا عليها ان حد اوفر او حد تحفظي ان في الاخر لون مش عاجبه في جلده حقه مش حاجه لكن ما يجيش بقى حاجات تانية بتبقى ساعات اوفر يعني تلاقي مثلا ايه البوتوكس دي حاجه بتحمي البشره ودي رساله مهمه قوي من خلال كده برنامجكم الحلو ده ان البوتوكس ده الناس دايما تقول بوتوكس لا بلاش بوتوكس لا معلش البوتوكس ده غير انه تجميلي هو كمان بيحميكي او بيحميك من التجاعيد انها تثبت في جلدك يعني بيعمل عمل الكريم اللي هو ضد تقدم السن او ضد يعني بيعمل نفس العمل بتاع طيب خلينا هنوصل كده معلومه كده صغيره طبقات الوش عباره عن ايه من جوه لبره في عضلات في دهون بعديها فوقيها بعد كده في جلد ده بشكل مبسط الموضوع اكتر تعقيدا شويه عن كده بس بشكل مبسط كل طبقه في دول بنعمل لها حاجه البوتوكس
عشان ننهي القصه دي خالص، عضلات للعضلات. تمام. بعد كده في حاجات اللي تحت الجلد بتخفي الخطوط الثابته او الحتت اللي فيها ضمور، فدي تبقى بالفيلر. ده الفيلر. الجلد بقى من بره حاجات كتير قوي، لايه ان انت ازاي تعيد النضاره والكلام ده، منها البلازما موضوعنا، ومنها الليزر، ومنها حاجات تانية كتير. البوتوكس بقى بيعمل ايه؟ لو واحده او واحد كل شويه بيندهش بيكشر وبيظهر عنده ال 11، وللاسف ساعات كمان ممكن تلاقيه او ما تحاول اكشر كده مش عارفه اتحقنا. لا طيب دكتور ده اللي على الشاشه اللي حضرتك بتتكلم عنه. بص ده فيديو معانا جميل جدا بيوضح اماكن حقن البوتوكس، ازاي ان احنا ممكن نحقنه في الجبهه، ازاي ان ممكن شايفه العضله بين العينين دلوقتي بتتحقن عشان تريح اللي هو ال 11 او ال 111 اللي بيظهروا كده. ايه على فكره ساعات ناس بيتزموا بيبقوا مركزين وتظهر عندهم هو مش واخد باله، فتلاقيها بتظهر عنده كمان بدري مش نتيجه بس ما بيكشر في العضله اللي حوالين العين. فبلاقي حد لما بيجي في بنات صغيره يا دكتور وبلاقي عندها الخطوط مش بالسن خالص. ما هو فعلا على فكره الزمن والله الزمن ده غير الزمن زمان. زمان كان في روقان، دلوقتي الستريس اوف لايف والضغط العصبي والشد والكلام ده، بلاقي بنات كتير جدا في اخر العشرينات واوائل الثلاثينات تظهر عندهم الخطوط دي بدري. طبعا هو بيتحقن، شايفين عضلات الوش دي كلها عضلات خفيفه وصغيره كده قوي، كل واحده بتعمل دور معين. يعني حتى بتستغربي دلوقتي بتحقن عند الانف عشان ممكن تلاقي واحده وهي بتضحك تظهر خطوط في الانف كده، تبقى بيسموها باني نوز، عامله زي الانف بتاع الارنب. فدي بتتحقن عشان ما تضحك ما تقعدش الحته دي تكرمش. فين دي؟ لما واحد يعني تيجي تضحكي قوي في ناس تظهر عندهم خطوط في الانف كده من الجنب. ايوه فدي بتتحقن برده عشان تريح. ممكن تلاقي بص هنا في العضله بتاعت الرقبه في اماكن معينه ممكن تتحقن. طبعا دكتور انا يعني انا كتير براقب هذه القصص بصراحه. في عندك ان طريقه النوم كتير بتعمل مشاكل. صحيح. يعني بالنسبه للرقبه مثلا انا بنام تقريبا بدون، بحاول دايما اني يعني اغلب ايام الاسبوع بدون مخده. تمام. عشان موضوع الخطوط بالرقبه. وفي دايما بشوف عند الستات الكبار اذا انتبهتوا دايما في خط هنا او هنا من ناحيه واحده بس. يعني انت شاورتي فين بالظبط؟ عشان انت شاورتي فوق مش في الرقبه دلوقتي. لا هنا. ايوه في دايما خط واحد يا هنا هنا. أيوة ده بسبب أيوة طريقه أوكي. النوم صحيح بتنام صحيح. فخدها طبعًا. بتلاقي عندها خط كده، ده بتقعد 10 سنين صحيح. فجاه بتلاقي الخط صار عباره عن حفره. صح. هو الفكره بقى في الموضوع ده مش بوتوكس بقى، ده قصه في ايه بقى؟ بنيجي عن الطبقه الثانيه بقى، مش العضلات بقى، الطبقه اللي فوقيها كنا بنقول ايه؟ الدهون. مع الوقت لو احنا بننام على ناحيه مثلا واحده ممكن عند بعض الناس بيحصل ضمور في المنطقه دي في الطبقات اللي جوه شويه، فنلاقي ايه؟ ساعات خد اقل من خد شويه، فنلاقي ايه؟ الخط اللي هي بتتكلم عنه رشا ده اللي هنا وهنا او هنا، ده نتيجه ايه بيظهر؟ المنطقه نفسها اللي تحت الجلد هنا بيحصل لها ضمور، وده لما بيخس بيسقط كده بينزل جوه كده شويه فيعمل ثانيه في الجلد، فنلاقي ايه؟ ناحيه عن ناحيه. ده لازم على فكره بنسبه كبيره جدا في الناس هتلاقي الخطين اللي هنا مش لازم ايدنتيكال، هتلاقي فرق في واحد اجمد من واحد. طب معلش يا دكتور، يعني نوع الجلد او نوع البشره بيختلف من ست لست، هل ده بيأثر برضو في ان العلامات دي تبان بدري او يحتاج البوتوكس في وقت بدري؟ صح. تمام. احنا نرجع تاني نقول البوتوكس زي العضلات ملوش علاقه بالبشره، لكن العلامات بقى اللي في الجلد ممكن يحصل لها مشكله طبعا. في ناس دايما نقول ايه ربنا ما بيديش كل واحد كل حاجه. فممكن تلاقي واحده بشرتها دهنيه تعبها ومضايقاها قوي وبتاخد لها كل شويه كلينزر بشكل معين عشان وظهر لها حبوب بدري شويه وقصص كده، لكن دول حظهم اكتر. ليه؟ ما بيعجزوش بدري. ما بيعجزوش بدري ليه؟ ربنا خلق لهم كده، يعني عندهم الماده اللي بتعمل شويه ترطيب او نعومه او طبيعي الجلد شويه زياده. صح. عارف حاجه اكنها ايه فيها متزيته كده، عارفه ايه؟ فتلاقي مش سهل انها تتكسر. انت فاهماني؟ على العكس اللي بشرتها جافه دي هتلاقيها بيظهرش عندها حبوب كتير، لكن تعجز بدري. تعجز بدري. هو هنا الفكره في العلاج بقى دايما بيبقى مع المريض. طيب يا دكتور من زمان والله انا كان من زمان عايزه اقول مش من دلوقتي. طب بالنسبه في ستات هما حالتين، الست اللي مثلا بتكون حامل مش عارفه ازاي اقولها دي ما ظبطتش معايا بالمصري حامل لا طيب اللي هتجيب بتطلع في وشها حاجات كده سواد هنا مش عارفه اللي هتولد يعني قصدك كلف الحمل كلف الحمل كلف صحيح ده بعدين الست خلاص يعني خلفت وكل حاجه تمام بس بيفضل ماسك في وشها صحيح ازاي بيروح؟ بصي هو مبدئيا اللي هي عندها ده تعبير طبعا طبي اسمه ميلازما، الميلازما دي من اكتر الحالات الطبيه تعقيدا في التصبغ. يعني التصبغ ده حاجات كتير قوي، ممكن تلاقي واحده تيجي الاحتكاك المنطقه مثلا التصبغ ده يا دكتور اللي هو تغيير لون الجلد حتت معينه فيها بقع فبيبقى قدره الخلايا الصبغيه اللي هي الميلانوسايت عاليه على التصبغ. فالفكره في ايه؟ في حاجات في درجات للتصبغ، حاجات كتير قوي زي ما انت قلتي مثلا الحسنات في اماكن معينه بتبقى حساسه بعض الشيء بتبقى اغمق شويه دي نتيجه اسباب ثانيه.
موضوع الميلازما ده موضوع شويه بيبقى ايه معقد سنه. ليه؟ هو نتيجه خلل هرموني بيبقى في فتره معينه وبيزيد ايه فتره التصبغ شويه. التصبغ بيبقى لطبقات الجلد مش خارجيه بس، عميقه شويه، فبالتالي العلاج بيبقى اطول شويه. فبتحتاج بعض العلاجات اللي بتاخدها في البيت بالاضافه لبعض الحاجات اللي ممكن بيتدخل فيها انواع معينه من التقشير، وممكن في حلقات دي نقعد نتكلم فيها، ده قصه كبيره جدا، وانواع معينه من الليزر. اذا انت عندك انا جايلك انا جاي انا عليا. طيب يا دكتور خلينا ناخد معانا اتصال هبه من القاهره. فينك يا هبهوبه؟ الو ازيك يا هبهوبه؟ بدلعك على طول شايفه. ميرسي ميرسي على ذوقك، وميرسي على البرنامج الجميل دوت. بسلم عليكم كلكم. ميرسي يا حبيبتي، منورانا والله. ربنا يخليك، وانتم كمان منورين وربنا يخليكم كده. يعني اسال الدكتوره على حاجه بعد اذنكم؟ اكيد وده طبعا. جدا لذوقكم، ميرسي جدا. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ نور، ربنا يخليك، منوره. يا متشكرين يا دكتور ليك ولحضرتك على المعلومات الجميله دي والبرنامج الجميل ده والمذيعات الثلاثه العسل اللي معاك دول. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكم. بعد اذنك يا دكتور، انا عملت فيلر في البشره ودلوقتي في كلكعه كده تحت العيون. اتصلت بالدكتور بتاعي تاني اللي انا عملت عنده، قولي في حقنة تاني اروح اعملها. معلش يا هبهوبة علي لنا صوتك شوية، صوتك بيقطع يا هبة. الصوت بيقطع؟ اوكي معلش. انا عملت فيلر في البشرة وكتعت كده تحت العيون. ايوه تمام. فاتصلت بالدكتور بتاعي تاني فبيقول لي في حقنه ان انا استعملها تاني يعني تضيع لي ده كله، فايه راي حضرتك يا دكتور؟ حاضر، عينيا حالا هجاوبك. تابعينا بقى وما تمشيش يا هبة، ما تروحيش بعيد. يا هبهوبه اسمعينا يا هبه عشان شوفي الدكتور هيرد عليك يقول لك ايه. هو طبعا اللي بتقوله هبه ده نقطه مهمه جدا في موضوع الفيلر، عشان نلحق. هي عملت فيلر تقريبا وكلكع صح؟ هو الفكره في الفيلر ايه؟ لازم بس كده رساله مهمه يا جماعه. اول حاجه، الفيلر اللي بنسمع عليه ساعات دائم هيفضل على طول، ده غلط. اكس فيج اكس، ده ممنوع وحاجه محرمه دوليا. هو الفيلر انواع يا دكتور كمان كتير، وهنتكلم اهو فيها كده بسرعه. علشان الموضوع ده كبير برضو، عشان بقدر الامكان نجاوب على كل حاجه. الفيلر الدائم اللي حد يقول لك طب معلش يا دكتور، ان نعرف الاول الناس ايه الفيلر. الفيلر دي ماده مالئه، احنا كنا لسه بنقول ان الطبقه اللي بعد العضلات عشان نعوضها قلنا ان دي ماده اسمها الفيلر، يعني ماده مالئه. فيلر جاي من كلمه فيل، حاجه بتملى، فهي فيلر. فهي ماده مالئه، فهي الماده المالئه دي بتعوض زي ما احنا قلنا من شويه اللي هي الخطوط الثابته او الحاجات اللي فيها ضمور. هي حقنتها مثلا تحت العين عشان فيها عيب شائع جدا، وهو حاجه بيسموها التير تراف، المنطقه اللي هو الخط بتاع الدمع ده بيحصل عند بعض الناس يبقى ايه غائر لجوه. فممكن تلاقي المنطقه ايه نفسها محتاجه ماده مالئه عشان تنعمها شويه، عشان يطلع لفوق بالظبط، عشان تنعمها شويه. فلو رقم واحد، لو ماده دائمه دي غلط يا جماعه، عشان دي ماده صناعيه. هيتبقى بالنسبه لنا المواد المؤقته عباره عن ايه؟ انا هتكلم عن اسامي علميه مش تجاريه. في حاجه اسمها الهيالورونيك اسيد، ودي ماده طبيعيه جدا بتخش في تكوين انسجتنا وحاجه حلوه جدا. في ماده تانية اسمها كالسيوم هيدروكسي ابيتايت، ودي ماده برده طبيعيه فيها ميزه برده اضافيه شويه انها بتحفز على تكوين الكولاجين. طب هي بتقول انه كالكع. الكالكع دي حاجه من اتنين، يا اما دي ماده فيلر دائم وده حاجه مش صح طبعا خالص. لا هي بتقول يا دكتور ان في دكتور كلمته وقال لها في حقن. أيوة حقن بيها بالظبط كده. يبقى ده بيستثني ان احنا ما سمعناش وبيقطع شويه. فايه يبقى ده مش فيلر دائم. يبقى اللي ممكن اللي احنا قلنا عليه ده المؤقت ممكن يتحقن، يعني يروح خالص تماما بمجرد حقنه بسيطه. يعني مثلا الهيرونيك اسيد ده مثلا اللي هو نوع معين من الفيلر المؤقت بيتكسر بانزيم اسمه الهيريديز، يتحقن يفتته في ساعتها الحاجه المضاده بتاعته يعني. بالظبط لو حصل مشكله يكسره. برضو الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت برضو ممكن يتحقن حاجه زي محلول ملح يتفتت في ساعتها. لكن الفكره في ايه؟ ودي بقى رساله مهمه قوي. تحت العين لو كلكع ساعات بيكون نوع فيلر كويس وكل حاجه الهيرونيك اسيد، بس تركيزه عالي شويه. تركيزه عالي يتحط مثلا ممكن في الخد شويه يبقى مناسب، لكن تحت العين ده جلد رقيق قوي. هو الفيلر درجات يا دكتور؟ كل مكان ليه الدرجه بتاعته طبعا بتاعه. طبعا وليه اسم بتاعه وتركيزه وليه يقدر يخليه يعيش اكتر. الشفايف مثلا ما ينفعش تتحقن فيلر زي بتاع الخد، والا تبقى ناشفه جدا لو اتحقنت. فاهماني؟ فلازم تبقى حاجه، عشان الشفايف ده مش جلد، ده نسيج مخاطي. فبالتالي لازم تبقى حاجه ناعمه شويه طريه شويه. جلد اللي تحت العين كنت لسه بقول جلد رقيق قوي، اي حاجه تحتيه هتدي انعكاس. اهم حاجه العين يعني بالظبط. بس هو ده مش معناه ان حاجه غلط، لكن انا بقول عشان الكلكعه اللي هي بتقول عليها عشان ده جلد رقيق قوي، فلو حاجه بتتحقن تقيله شويه على طول يبان الكلكعه فيه.
عشان كده حاجه يعني زي الكعكع مش فاهمه ما هو يعني يمكن ده عشان حته مصريه شويه حلوه كده زي الكعكع يعني حاسه كتل حاجات طالعه ونازله يعني زي الرمل يعني زي الكتل كده زي الكتل تحس ان في حتت هو حاجات طالعه بره الكتل يعني في بروز شويه غير منتظم. دكتور رامي بعد اذن حضرتك طبعا بعد اذن الحلوين كعكع يعني حاجات صغيره كده بتطلع تحت العين. دكتور رامي سؤالي يخص الرجاله اتفضل. ايوه والصلع الرجالي ايوه الصلع الرجالي معلش انا هعطل حضرتك عشان الكاميرا بس احنا مع بعض عشان اكلك سمبوسه يا سلام حلو الكلام بتلاقي واحد اصلع ويتكلم يقول لك انا ممكن ازرع لك شعر في خلال شهر او شهرين تمام زي حالاته وزي حضرتك كده واخد بالك فازاي نعالج مشكله الصلع الرجالي كلام صحيح ما هو لو كان اولى كان عم يطلع شعر في راسه صحيح مظبوط ولا صحيح لا؟ صحيح فعايزين نجاوب السؤال ده للرجاله مخصوص حلو الفكره في زراعه الشعر الطبيعي لازم دي معلومه تبقى مهمه جدا زراعه الشعر الطبيعي ما تصلحش لكل الناس ده رقم واحد هي تصلح للناس اللي عندهم شعر اصلا فروه الراس كتير ان احنا مش بنجيب لهم شعر من بره احنا بنستغل الشعر اللي موجود عندهم في الاجناب وورا بيكون بغزاره معينه ان احنا هناخد هو منه من عيد توزيعه ونزرع الله ينور عليك باللفظ كده بنعيد تاني توزيعه فلو واحد اصلا الكميه عنده قليله بديهي هنجيب له شعر منين من هنا بقى ايه بيبقى في حاجات تانية دلوقتي لسه دراسات على ازاي نتاخد شعره ويتعمل لها استنساخ ويه لكن لسه الكلام ده ما نجحش فبالتالي زراعه الشعر الطبيعي يا جماعه هو لازم تقييم طبي عشان نقدر نقول وساعات ما يبقاش مرحله واحده حتى لو يصلح تعمل مرحله ممكن اتنين وتلاته واربعه على حسب الغزاره اللي انت عايزها ولازم الكثافه اللي انت تقدر تاخد منها وتوديها يعني القصه لازم طبعا تكون انا عايزاها يكون الستات ارحب شويه تلاقيها مركبه باروكه ولا ماخده اكستنشن وخلاص. طب دكتور بنرجع للفيلر انا ما بعرف يعني اذا معلوماتي صح هو الفيلر بيختفي بعد فتره هو المؤقت لسه بالظبط الله ينور عليك طب في ناس ممكن يحقنوا نفسهم لحالهم يعني يستعملوه بالبيت انا شفت ناس بتعمل كده دي مش كارثه دي كارثه انا بعرف ناس بتعمل هيك ما بعرف اذا هو صح بص هقول لك حاجه انتشر مؤخرا ان احنا ممكن نلاقي ناس غير الاطباء كمان تحقن حاجه زي دي من كوافيرات واحترامنا جدا ناس كده تقول لك انا متخصص تجميل لكن في الاخر يا جماعه دي ماده طبيه ومين اللي هيقدر يتعامل مع ماده طبيه داخل جسم الانسان الا دكتور فبالتالي طبعا ان احنا نخش بحقن وتحط ماده جوه البشره وانت مش عارف تحطها في انهي حته بالظبط ممكن طبعا مش كارثه ممكن طبعا يعمل مشاكل كتير جدا يعني فاهماني لا ده انا مش عايز اقول لك لدرجه ايه بس عشان الناس بس ما تخافش لكن ده طبعا حاجه غلط لا معلش عادي عايزين نحذر الناس برده حالات يعني لا لا في حاجات غلط يعني انت بتقولي تحت العين تحت العين دي لو بتحين غلط ممكن تعمل مشاكل اكبر ما تخيل وضيعت الابره وقعدت تدور عليها وتعيط وتمنها مش عارفه كام طبعا هي واحده لما تكون ناقصه نظر عادي تضرب الابر دي هنا في الحته دي حته عادي مش نظر مش كده بتفقد الذاكره خالص لا نظر ولا حاجه بس انت عارفه بص هقول لك حاجه هو دي حاجه مهمه قوي زي ما قالت رشا فعلا ان لازم اي حاجه طبيه تبقى تحت اشراف طبي ده احنا بنقول العلاج اللي بتاخد من الصيدليه لازم بروشته طبيه هبقى كمان بحقن نفسي بدون دكتور يعني ده طبعا كان مرفوض خالص لكن برده حاجه مهمه قوي عشان دي ثوره طبيه جامده وهيبقى معانا برده فيديو ليها خاص بالبلازما دي عشان دي نقطه انا عاوز اعمل عليها هايلايت جامد قوي يا جماعه عشان دي الطبقه الاخيره اللي احنا كنا بنتكلم عليها بالظبط الطبقه الاخيره اللي هي الجلد ازاي بقى ان احنا هنحسنها وازاي نعمل لها نضاره البلازما طبعا الطب كله متجه لحاجه اسمها الريجينيريتيف ميديسن او الطب التجديدي يعني ازاي استغل حاجه منك انت انا نفسك من جسمك ليكي انت برضه مش بجيب لك حاجه دي اضمن حاجه حاجه حلوه جدا دي اضمن حاجه طبيعيه البلازما هي معانا يعني الفيديو معانا ده احنا خدنا عينه دم من شخص تمام قدامنا محطوطه في الانبوبه بتخش على جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي اللي هو السنترفيوج تمام بيفصل مكونات الدم من ايام المدرسه هنا لك كنا ندرس ايه يقول لك بصي فصل عندنا دي حاجه صفراء وحاجه حمراء تحت دي الدهون بقى دكتور لا دي مش دهون ده احنا بناخد خدنا عين الدم عين الدم ده فصلنا حاجه اسمها البلازما والجزء اللي في النص اللي مشاور عليه السهم المربع ده ده اعلى تركيز من الصفائح الدمويه اللي هي حاجه جواها حاجه اسمها جروث فاكتور سحبناها بتتحقن للبشره لسه هنتكلم عنها يعني بناخد الحبه الصغننين قوي دول هم طلعوا في الاخر بتاع 2 سم 2 سم دول بيعملوا شوف ازاي التجديد للخلايا بتاعه البشره ده اللي بيخلي بقى دكتور وشي يورد كده بقى ويبقى صح كده بشره حيويه يعني انا بصراحه يعني لما نطلع من البلازما عشان بتكمل الساده المشاهدين ايه اضرارها هل بتختلف من سن لسن حاضر بعد اذن الحلوين برضو لا اتفضل طبعا يا بصي هو بس كان بيبين هنا هكمل طبعا كان فضل هنا بس اتحقن للوش للبشره وبيتحقن طبعا ساعات للمفاصل للتجديد وهتلاقي كمان بيتحقن للشعر الناس عندها تساقط عشان بيعمل تجديد يعني يا دكتور انا بصراحه يمكن عشان شويه بخاف حتى هي حاجه كويسه انه حاجه تطلع من الجسم وترجع للجسم مفيش حاجه كده. بتروح للغير كله يرجع للجسم مفيش حاجه تترمي بره مفيش حاجه ترمي بره بس ازاي يعني بصي يا فندم هي الفكره في ايه
لما العلماء كده ايه، عشان برضه ارد كده على كلامه برضه في حاجه، دلوقتي الدم احنا كل عمرنا بناخده ايه، هو عباره عن سائل وعين وحاجات. اهم حاجه بس ان هو التعقيم ونظافه الحاجه والمكان اللي احنا نايم فيه الكلام ده، صح؟ لان طبعا دم داخل ودم خارج ده حاجه مقلقه جدا. ده انت لازم نتفق على شيء، لازم نتفق على شيء، اي حاجه قلناها من اول ما جينا البرنامج هي لازم تكون معقمه طبعا. يعني حتى لو ريح الفيلر لو هو مش معقم دي مصيبه. لو البوتوكس يعني، فده لازم نتفق عليه. انت رايح فين؟ عند دكتور معين. فانت واثق انت بتعمل ايه وفي تعقيم؟ يعني فدي قصه مفروغ منها كده تحت. اكيد في طبعا. انا اقدر اقول إيه يعني روحنا، انا مش مشغل في حاجه قضيه وكلام من ده ونروح نجري عليها. اكيد بتسمع عن حاجه. طبعا ده ما ينفعش. اي تخصص طبي هتلاقي يا فندم، ولازم تتعاد كذا مره. ما هو انا لسه كنت في صدد ان انا اقول البلازما عباره عن ايه وهنعمل ايه. فاحنا دلوقتي الدم عباره عن سائل ولا كلمه خليه يقول ولا نفس. قول يا دكتور انا معاك. ايوه كمل. واحده تقطع. لا ما احنا لازم نقول واحده تروح سحبه شويه دم في البيت. خليني افهم بس النقطه دي انه كمل مره. الست بتعيد. خد راحتك. سحبنا الدم. الدم ده من ايام مدرسه واحنا اطفال صغيرين، عارفين ان هو سائل وخلايا دم حمراء، خلايا دم بيضاء، صفائح دمويه. والسائل نفسه اسمه بلازما. احنا بنقول كلمه بلازما كلمه مجازيه، لكن هي العلاج ما اسموش بلازما، هو اسمها البلازما المشبعه بالصفائح الدمويه. هم لقوا ايه بقى العلماء بقى؟ لقوا ان الصفائح الدمويه دي حاجه عامله زي البلالين كده. جوه البالونه دي في حاجه اسمها جروث فاكتورز، عوامل النمو. تمام؟ ده مش اختراعنا، دي حاجه بقى لها سنين ومثبته عن طول العالم. استخدم في مجالات تانية كتير قوي قبل التجميل، بس احنا دايما في التجميل ايه؟ بناخد اللي موجود في التخصصات الطبيه ونصغها ناحيتنا فتاخد البريق بتاعها، لكن هي موجوده كانت في حاجات تانية قبل كده. تمام؟ فبالتالي لما نحقن الصفائح الدمويه المركزه دي للجلد او للشعر او حتى كان في تخصصات تانية زي المفاصل، بتخش الجروث فاكتورز دي. انا بشبه دايما الجروث فاكتورز او عوامل النمو ان هي العمال اللي موجوده جوه اجسامنا اللي بتساعد على ان حاجه تتبني وحاجه تتغير وحاجه تشال من هنا وتتعمل هنا، فاهماني؟ فالجروث فاكتورز دي لما تخش للجلد تعمل له ايه؟ اول حاجه بتساعد على الخلايا نفسها تتجدد، دي اول حاجه، بشكل طبيعي. الحاجه الثانيه بيساعد على ان يبقى في تدفق للدم بشكل احسن للمنطقه، فيبقى فيها تغذيه. ما ربنا خلق لنا الدم ده عشان يغذي المناطق اللي هو بيروح لها ويخليها تتنفس. بيعمل تسليك يعني الحاجه يا دكتور مثلا ولا بيعمل ايه؟ اوعيه دمويه بتتكون صغيره بشكل زياده. بيعمل بقى اوعيه طبعا نيو. طبعا. طب يا دكتور انا مثلا جيتك ماشي، بس جايه لك يعني ما تخافش، جايه لك جايه لك. انا جيتك وعملت الدي اسمها ايه؟ البلازما. لسه ما جاوبتكيش على سؤالك. ما هو انا هرجع لك وبرده مش هتطلع من هنا لما تجاوبني على سؤالي. طيب انا جيت عملتها بعد قد ايه فتره تقعد وارجع اعملها مره ثانيه؟ حلو، لازم نكون فاهمين حاجه، مفيش حاجه اسمها دائمه. يعني اي حاجه بنعملها هي حاجه بتعمل انتعاش لطبقات الجلد وللبشره، لكن انت كده كده بتتعرضي يا رشا لحاجات مؤثرات، اضاءه جامده جدا، ميك اب، حاجات اكل مثلا ممكن يبقى مش صحي، حراره، اتربه، حاجات كتير قوي مؤثرات سلبيه. فبالتالي احنا دايما بنعمل في بروتوكول كده معين للبلازما، ان انت بتحقن مثلا حوالي 4 جلسات ما بين كل جلسه والتانيه من 3 اسابيع لشهر كده. انت خدت الدوز اللي هي الاندكشن الجامده اللي في الاول، بعد كده ممكن تحتاجي مثلا جلسه كمان 3 او 6 اشهر حاجات تنشيطيه. الله ينور عليكي. زي ما بتاخد حد تطعيم وتيجي تقول له بوستر دوز بعد كده. طيب يا دكتور ايه اللي قدامنا على الشاشه هنا؟ في معانا دي بقى، والنبي يا جماعه كان ثبتها شويه معانا علشان ايه، دي الناس لازم تذاكرها عشان دي اسئله كتير قوي بتتسال وانتوا من الصبح بتتلخبط فيها في كلامنا. اول حاجه الصور اللي على الشمال دي كلها دي صور بوتوكس. الصور اللي على اليمين دي كلها فيلر. عشان بس ايه نوضح الكلام ده. البوتوكس اللي على الشمال اول صوره فوق خالص هنلاقي ايه، خطوط في الجبهه بتظهر مع الواحد لما يندهش. يبقى دي ايه، طالما بتظهر لما بيندهش يبقى حاجه ليها علاقه بالعضلات، تبقى ايه، تبقى بوتوكس. حلو جدا. تاني واحده واحد بيكشر، فهتلاقي خطين بيظهروا ما بين الحاجب اللي هم ال11 او ال111، يبقى برده نتيجه حركه، يبقى بوتوكس. يبقى بنعالجه بالبوتوكس. هنيجي نبص لاخر صوره تحت على الشمال، يمكن مش باين قوي من اللوجو، لكن واحد بيضحك فهنلاقي خطوط باينه في العينين من بره، فدي برده نتيجه ضحك، نتيجه حركه عضلات، يبقى بوتوكس. يبقى ده الكلام اللي على الشمال. على اليمين بقى ده فيلر، يعني ماده مالئه بتعوض الحاجات اللي فيها ضمور، خطوط ثابته في الجلد وديفو بقى موجود. لا الترهل بقى درس في حلقه ثانيه عشان ده عمليات شد، ده قصه ثانيه خالص. فبالتالي بقى بصي بقى يا ستي، بقى عندنا دلوقتي ديفو في الايه، في البشره. عندنا في خط اللي انت كنت كلمه عنه يا رشا من البدايه، الخطين اللي بالجناب والخطين اللي بالفم، فدول بيتحقق. هنلاقي الصوره اللي جنبيها بيتصلح عن طريق فيلر، ماده تعويضيه.
الشفايف على الشمال صغننه على اليمين رسمناها فبقت ماده مالئه فبقى الشفايف. اخر حاجه تحت هنلاقي تحت العين اللي احنا كنا بنقول عليه البنت اللي كانت بتتصل في التليفون تحت العين في عندها منطقه داخله لجوه بتتحقن برده فيلر عشان ننعم المنطقه اللي تحت العين عشان نخفي اللي هي المنطقه اللي بنسميها خط الدمعه اللي هو التير تراف. فده الفيلر. طيب تمام. دكتور شكرا كتير لك. انا انا مبسوطه اني كنت معاك واحنا كمان. انا بدي اسال سؤال اخير سريع كتير. حضرتك بتفكر بتفضل البوتوكس ولا الفيلر ولا البلازما؟ البوتوكس لانه بياثر على التعبير يعني بصير الواحد بيضحك ضحكه اصطناعيه ما عاد في يعبس، فيمكن البلازما احسن شيء. على فكره ده احلى سؤال نختم بيه والله العظيم عشان تعرف انه احنا جايبين فيلسوفه فيلسوفه معانا. لا سؤال في الجون نختم فيه فعلا. بصوا يا جماعه التلاتة مش بدايل لبعض اصلا يعني ما ينفعش اقول البوتوكس بدل الفيلر والفيلر بدل البلازما. كل واحده لسه قايمه من البدايه بتشتغل على طبق. وانا سؤال كده عايز اقوله بس لو سيبنا من الفقرات اللي جايه ونكمل ما يقعدش يزن عليا. لكن هي الفكره في ايه؟ اخر حته بس كده مفيش بدايل. التلاتة مش بدايل لبعض، كل حاجه ليها حاجتها. رد بسيط على موضوع البوتوكس الحته عشان التعبير وكده. يا جماعه قلتها من بدايه الحلقه، اللي بيزيد على الحد بيتقلب للضد. لما نعمل لمسه يبقى اعمل لمسه. انا مش عاوز اخليكي ما تعمليش اكسبريشن بوشك، انا مش عاوزك تعملي اوفر اكسبريشن، حط تحتها 100 خط. انا مش عايزك انت وانت بتكشري، يا بتكشري جامد في وشك كله بيكرمش، كشري وهيبان. وده بيحددوا كميه البوتوكس اللي بتحقن. تحقن حاجه خفيفه تخليكي ناتشرال لوك، تعرفي تدي تعبيرات، بس مش كل ما بتقري حاجه ومركزه الخطوط قاعده بتظهر وانت مش حاسه، فتعلم في جلدك مع الزمن. فهو ده رسالتنا، بوتوكس او فيلر او بلازما، حاجات كلها بشكل تحفظي كونزرفاتيف، تلغي اثار الحاجات الاوفر لكن تدينا شكل طبيعي مش صناعي بس كده. طيب شكرا دكتور كتير مبسوط. العفو. انا هيسالوه هلا يعني لا مش هخلي حاجه في قلبي برضه هيقعد معانا الدكتور وان شاء الله مستضيفك كمان يا رشا. طبعا يا نهلا انا كنت مبسوط جدا كنت معاك طبعا. احنا والله بجد مش حاسس لما تيجي كل يوم يا دكتور شوف ده حتى المشاهد هاديه ازاي. وهنطلع فاصل ونرجع.